وبشو على موت في خطر تمون مع الجالية صبح وعشية الحلقة نوجدوها ليلة نحطوها. احنا دابا في واحد الكاريان في ميريكان، بغات تيقوس احنا ماشي في المغرب، احنا في ميريكان. هضروا معنا دورة في الكاريان، نقدروا نقولوا ماشي كاريان ولكن هما واحد الدور كنعطيهم الدولة الناس اللي مالقاوش فين يسكنوا على ما تجيو من النوبة ديالهم في الهاوسين باش الدولة تسكنهم. الفقر كاين في العالم كله. الفقر والتشرد ظاهرة عالمية موجودة في كل الدول حتى القوية والغنية، أهم أسبابها فقدان العمل. أمريكا كينطبق عليها المثل المغربي اللي كيقول كري تبات شري تندغ صبن تلبس. تصنف كل عائلة كتكون من 4 أشخاص دخلها لا يتجاوز 23850 دولار في خانة الفقراء. أجي نضربو دور هنا، أجي ندخلو هنا حتى شوف لازم فين عايش أمريكا أنا صاحبي. شوف كوزينة ناموسية زين شو ها كاريان لبنان كاريان في امريكا كاريان امريكان اها واش كيعطيو دابا هادو واش هما كيفاش فين ديالهم هادو كيعطيهم الناس اللي كيتسناو النوبه ديالهم يعني اللي ياخذوا الطيور للمساعدات الامريكيه كيجيو يسكنوا هنا مؤقتا على ما ياخذوا الطيور ديالهم جداد. هناك 643 الف هومليس اي متشرد 16% من سكان امريكا تعيشوا الفقر اي حوالي 40 مليون نسمه. الجميل في امريكا اننا هنا كجاليه الحمد لله ما عمرك تلقى شي مغربي كيطلب او هومليس.